استحملت قرفك وفضايحك 9 سنين والناس كرهتك وكرهتني معاكي وبقيت بتكسف أقول اسمك وهاخد بناتي منك بالانتربول. رد فعل صادم من طليق دنيا بطمة بعد قضية الحسابات الفاضحة. جدل كبير أثارته الفنانة المغربية دنيا بطمة خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد تأييد حكم حبسها لمدة سنة في القضية المغربية المعروفة إعلامياً باسم حمزة مون بيبي. فبعد الشهرة والنجاح اتحولت دنيا بطمة من فنانة معروفة لمدانة ومحكوم عليها بالسجن، وده اللي خلى طليقها محمد الترك يطلع ويكشف أسرار جديدة عن علاقته بيها وعن تورطها في القضية. فيا ترى إيه الحكاية؟ الموضوع بدأ بتورط دنيا في قضية معروفة باسم حمزة مون بيبي، وده عبارة عن حساب سناب شات متسمي بالاسم ده، أو تقدر تقول عنه حساب فاضح للمشاهير والفنانين في المغرب، واستهدف فنانات مغربيات وبيفضح علاقاتهم المشبوهة برجال أعمال خليجيين. الحساب ده اتورطت الدنيا في امتلاكه ان هو كان بيحاول يبتز الفنانات دول وياخد منهم فلوس مقابل السكوت، لكن بمجرد الإبلاغ عن الحساب قدرت الأجهزة الأمنية تثبت تورط دنيا بطمة وأختها ابتسام في امتلاك الحساب، واتحكم عليهم بالسجن لمدة سنة. وده اللي خلى دنيا بطمة تهرب برا البلد ببناتها وتحاول تستغيث بملك المغرب بحجة ان جوزها محمد الترك هو اللي بيعمل فيها كده علشان يقضي على سمعتها وشهرتها. لكن طليق دنيا بطمة محمد الترك قرر يطلع يرد على ادعاءاتها وقال في فيديو ظهر فيه: اذا اكرمت اللئيمة تمرضة عيطي ومثلي على الشعب المغربي، ولكن تجيبي اسمي لا، انا سكتلك بما فيه الكفاية 2 سنين وتقولي عني ان انا كنت عميل وجاسوس. اللي كان بيعمل كده عيلتك وأولهم أختك، عشت معاكي 9 سنين مستحملك بقرفك بسخافتك بسواد قلبك بتقل دمك، انت وعيلتك وكل الحاجات اللي بتخطر على بال الكفار استحملتهم، وبتقولي عني ببيع أخبارك؟ عندك ايه أخبار عشان أبيعهم؟ انتوا اللي فضحتوا نفسكم، انت اللي بتفضحي نفسك، وانا كنت واقف معاكي بخيرك وشرك. كم مرة وقعتي وكم مرة عملتي مشاكل والناس كرهتك وكرهتني معاكي؟ بناتي حرمتيني منهم 1.5 سنة اللي هم مش في بالك اصلا، وخالتك هي اللي بتربيهم، وانتي بحفلاتك بتشوفيهم في الشهر مره. ليه بتمثلي انك مظلومه ومقهوره؟ مثلي بدموعك على الناس طول عمرك كده من يوم ما عرفتك وانا في مشاكل، وهاخد بناتي منك بالانتربول اللي بيصدقوا دموعك المزيفه. كنت بتكسف اقول اسمك من افعالك، عرفتك على امراء وشعراء وناس ليهم قيمه، بناتي هاخدهم اربيهم مع ام متعلمه مش جاهله، تلبس النظارة وتقعد على الانستجرام بالساعات. وطبعا فيديو محمد الترك فتح باب للتساؤلات عند الجمهور، واستغربوا ان هو كان عارف كل ده عند دنيا بطمة واستمر في جوازه منها. مش بس كده، ده كمان اتخلى عن مراته وبنته حالة الترك عشانها، وخسر كل حاجة بسببها.